مساء الخير للجميع، مرة أخرى نعود لكم، والآن وصلنا طبعا معاكم إلى فقرة عالم الثورة المعلوماتية والدكتور صلاح الناجم. مساك الله بالخير دكتور، حياك الله ويانا. الله فيك، الله يسلمك. إن شاء الله دكتور، اليوم أكيد موضوع جديد في عالم الثورة المعلوماتية، وتغدر راح نتكلم اليوم عن فيروس التروجن. نعم، فيروس التروجن هو نوع من أنواع الفيروسات. يعني لو نحاول نعطي تعريف لفيروس التروجن، هو برنامج، لكن برنامج ضار، بس يظهر لك أنه برنامج نافع، يعني كأنه برنامج راح يقوم لك بشيء مفيد. عادة الناس اللي يسوون البرامج هذه، المخترقين، يخفون التعليمات البرمجية الخاصة بالفيروس هذا داخل برنامج مفيد، مثل برامج فك التشفير لأفلام الفيديو أو الكودكس. وهذه البرنامج، هذه البرامج من تنزل عندك بجهازك تنزل برامج ضارة مثل برامج التجسس. هذا سر تسميته بالتروجن؟ نعم، هذا التروجن. هو جت تسمية تروجن بمعنى حصان طروادة، يعني حصان طروادة، يعني كانت فكرته أنه عبارة عن حصان خشبي، بس كان يعني دازينه هدية، لكن هو بداخله كان جنود. فيعني هو بالظاهر أنه كأنه خذوه توهقوا على الجماعة، كأنه يعني شيء زين، لكن هو من داخل في أشياء ضارة. ها، إذن يعني هو شيء من الظاهر إيجابي، من مبطن في أمور سلبية. نعم نعم، هو فيروس مخفي، يعني نقول فيروس مخفي بشكل مفيد. طبعا مشكلة التروجن أن التروجن مو نوع واحد، التروجن أنواع. يعني بعض التروجن شو تسوي؟ تنزل لك برنامج تجسس، بعضها شو تسوي؟ تفتح لك شيء يسمونه باك دور أو باب خلفي. والباب الخلفي مشكلته أنه يمكن أي شخص أنه يتحكم بجهازك ويستخدم جهازك عن بعد، حتى مثل عن لو كان قدام الجهاز. طبعا هذا الفيروس اللي هو اللي يسمونه الريموت أكسس تروجن، هو أخطر أنواع الفيروسات التروجن وأكثرها انتشارا. طبعا لاحظ أنت لما تقول أنا أبدخل على جهازك وبتحكم فيه، معنى هذا أن أنا أقدر أسوي أي شيء في جهازك، أقدر أتحكم فيه مثل ما أنت أصلا قاعد تتحكم فيه. طبعا بسبب مخاطر التروجن هذا، لازم نوعي الناس شنو هالمخاطر هذه. يعني مثلا ممكن التروجن هذا يخلي المخترق، يعني دكتور انا اسف مقاطعتك، بس يمكن راح نطلع فاصل لدخول الفتره الدينيه لاذان المغرب، وان شاء الله راح نرد نتواصل في برنامج بيتك والثوره المعلوماتيه. السبت 22 من نوفمبر، الساعة 7 مساء، الافتتاح الكبير، استقبال أثاث البيت العصري.
القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. حياكم الله من جديد ومساكم الله بالخير، متواصلين معاكم في برنامج بيتك. كنا يمكن في فترة الدينية، ولكن قبل الفترة الدينية كنا مع الدكتور صلاح الناجم والثورة المعلوماتية، ونتكلم تحديدا عن فيروس التروجين. حياك الله مرة ثانية دكتور. طبعا احنا وقفنا عند نقطة مخاطر التروجين، خاصة مخاطر الباك دور تروجين اللي قلنا عنه. من مخاطر الباك دور تروجين استخدام جهازك ووصلة الانترنت الخاصة فيك لإرسال رسائل إقحامية أو سبام لناس آخرين. طبعا رسائل سبام هي رسائل تيك من أشخاص متعددين أنت ما تعرفهم، وعادة تحوي معلومات إعلانية أو يعني محتويات غير مناسبة. أيضا سرقة كلماتك السرية أو معلوماتك الشخصية، أو على سبيل المثال تفاصيل بطاقة الاعتماد عندك، لأن خلاص الشخص عن طريق الباك دور تروجن قدر أنه يتحكم بجهازك مثل ما أنت تكون قدامه. أيضا متابعة ما تقوم بعمل على جهازك، يعني الشخص إذا كان مركب عندك تروجن وقاعد يتابع اللي قاعد يصير، فيقدر يشوف بالضبط شاشتك ايش قاعد تسوي كانه قاعد معاك. قراءه رسائل البريد الالكتروني الخاصه فيك، قراءه ما تكتبه في برامج التراسل الآلي. طبعا بعض انواع التروجن تسمح بالتحكم، بس طبعا هو اذا قدر يتحكم معناته راح تكشف ان انت عندك تروجن، فهو يحاول يكون بشكل سايلنت ما يبين عندك. طبعا بعض التروجنز تكون بشريه، وبعضها يسمونها بوتس اللي هو برامج ذكيه تشتغل بروحها، يعني ما يكون شخص وراء قاعد يشوف. طبعا في مخاطر اخرى، ان ممكن استخدام جهازك ووصله الانترنت الخاصه فيك لاطلاق هجمات معروفه في مجال الهاكينج يسمونها الدينايل اوف سيرفيس اتاكس. الدينايل اوف سيرفيس اتاكس هي برامج، هي هجمات ممكن انا اركز على موقع مثلا جوجل او غيره، واحاول اني يعني اروح بطلبات لمعلومات، بس تكون طلبات كبيره جدا وفي وقت قصير. كل ما زادت الطلبات هذه ممكن تخلي الموقع هذا يطيح. عن طريق جهازك وأجهزة أخرى داخل فيها التروجن هذا، ممكن تشن الهجمة هذه على موقع معين عشان توقف الموقع هذا. أيضا ممكن التروجن يعدل معلومات السيستم عندك مثل الريجستري ويخلي سيستمك مو شغال. أيضا ممكن يعطل برنامج الأنتي فايروس عندك أو الفايروول عندك، لأن في النهاية هو قاعد يتحكم في جهازك. فهذه كلها مخاطر للتروجن. طيب شلون أقدر أحمي نفسي بالضبط؟ أنا يعني قبل ما أحمي نفسي شلون أعرف؟ طبعا في أعراض الإصابة، إذا لاحظت نشاط غير عادي في أو في نشاط غير عادي في حركة الإنترنت عندك أو الترافيك عندك، يعني إن في نشاط قاعد يصير لنزال معلومات وإرسالها بدون ما أنت قاعد بدون ما تكون أنت قاعد تستخدم الإنترنت، أنت مو قاعد تستخدم الإنترنت لكن تشوف جهازك قاعد يرسل ويستقبل معلومات، هني ممكن تكون طبعا عندك تروجن. طبعا لازم يكون الإرسال والاستقبال هذا يكون غير عادي، يعني بشكل مكثف مو شيء بسيط، فهذا يكون علامة من علامات إن عندك تروجن. طيب شلون تحمي نفسك؟ مثل ما قلنا أنا أقدر أحمي نفسي إني أنا استخدم برنامج للجدار
الجدار الناري اللي يسمونها الفاير وول. هذا البرنامج لازم يتحكم بأنشطة الإنترنت الداخلة والخارجة عندك عشان يمنع مثل هالتروجنز. اللي على الشاشة الحين حاط لكم أنا أحد أمثلة البرامج هذا، هو برنامج مجاني اللي هو كومودو، ممكن تنزلونه مجانا وتركبونه على أجهزتكم. أيضا استخدم برامج حماية الفيروسات وتكون محدثة باستمرار، استخدم برامج الحماية من برمجيات التجسس، أيضا هذا شيء ضروري. طيب أنا عرفت أعراض الإصابة، شو أسوي إذا اكتشفت أنه مصاب بمثل هالفيروس هذا؟ أول شيء افصل الإنترنت عندك، وقف الإنترنت عندك، لأنه ما راح ينقل المعلومات إلا عن طريق الإنترنت. ثانيا سو فورمات لجهازك، امسح كل المعلومات، ركب نظام التشغيل من جديد وركب برامجك من جديد. فرمت الجهاز. الجهاز. ما أعرف البرنامج اللي داخل من خلاله هو. المشكلة الباك دور تروجنز إن مجرد استخدام أنتي فيروس ما راح يكفي، لأن عادة الباك دور تروجنز تنزل لك برامج أخرى غير البرنامج نفسه، والبرامج هذه صعب اكتشافها عن طريق الأنتي فيروس. فهني طبعا ما في حل لها نهائي الا انك تفرمت الجهاز. طبعا مثل ما قلت اذا كان عندك فاير وول يمنع الان باوند والاوت باوند اللي هو الترافيك الداخل او خارج ويحذرك من الاشياء الغريبه اللي راح تصير عندك، ممكن تمنع وجود هذا التروجن عندك. طبعا انت تحتاج الى نسخه احتياطيه من معلوماتك عشان تقدر تفرمت وترجع المعلومات. طيب في خطوات وقائيه تسويها اذا كنت بحاجه لاستخدام الانترنت وما كان جهازك معك. لا تستخدم جهاز على الانترنت الا لما تتاكد ان هذا الجهاز عليه فاير وول. طيب تخيل ان انا استخدمت جهاز ودخلت على حسابي البنكي او دخلت على بريد الكتروني واكتشفت بعدين ان الجهاز هذا عليه تروجن، او قال لي صاحبه انا ترى امس اكتشفت ان عندي تروجن. نعم عندك تروجن، انا امس داش على حسابي البنكي من جهازك. اول خطوه تسويها تروح على جهاز نظيف عليه فاير وول وتغير الباسورد الخاصه بالبنك عندك او بريد الكتروني. اذا كنت دخلت على تعاملات بنكيه اتصل بالبنك وقول له احتمال ان اليوزر نيم والباسورد اللي عندي يعني باقوها ناس او يعني تعرفوا عليها ناس، واطلب يوزر نيم جديد. هذه الخطوات ممكن تكفل لك ان معلوماتك الحساسه ما يحوشها شيء او بحساب البنك ما يحوشها شيء. يعني دكتور هذه مشكله، يعني الواحد ما يدش على الامور الشخصيه يعني الحساسه خصوصا البنكيه الا من جهازه امن. يعني من جهازك اللي انت مامنه او من جهاز انت عارف انه مامون وفي فاير وول وفي الوسائل الاخرى. انا اروح حق جهاز واخر شيء يقول لي امس دريت انه في فيروس، هذه مشكله. طبعا نحن دكتور نشكرك، ان شاء الله راح نكمل هذا الموضوع مواضيع اخرى في الثوره المعلوماتيه في الحلقات القادمه ان شاء الله. شكرا لك على وجودك ويانا. شكرا، نلتقي ان شاء الله الاسبوع الجاي ان شاء الله. احنا يمكن وصلنا مع الدكتور صلاح ناجم للفقره الاخيره من الثوره المعلوماتيه، كانت فقرتنا الاخيره في برنامج بيتك. نتمنى ان الحلقه حازت على اعجابكم، راح نشوفكم ان شاء الله يوم الاحد وباقي الزملاء في برنامج بيتك الختام مع زميلتي بشرى. نشوفكم على خير ومع السلامه. شكرا للدكتور صلاح مره ثانيه، وشكرا الى كل من تابعنا. نقول لكم نهاية أسبوع سعيدة إن شاء الله، عطلة سعيدة لكم، وديروا بالكم خصوصا اللي بالبر، نقول لكم ديروا بالكم من البانشيات والبقيات وغيرها وبالشارع أيضا مثل ما ذكرنا بداية الحلقة، ومع السلامة.